ورجعنا لكم مرة تانية، وخلينا نقول لكم فقراتنا اللي هنبدأها معاكم بفقرة مع الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، واللي هنتكلم معاه فيها عن أهمية تعليم الكبار لمواكبة المجتمع وتربية الأطفال تربية صحيحة وسليمة. أما في فقرتنا التانية هتكون عن كل ما هو جديد في علاج الجهاز الهضمي والقولون، وإيه الأكل المناسب لأي حد بيعاني من أزمات في القولون، وهل في مواعيد معينة للأكل علشان ما تحصلش لأي حد مضاعفات أو أزمة في جهازه الهضمي. كل ده هنعرفه إن شاء الله في فقرتنا التانية. أما فقرتنا الثالثة فهتكون عن فيلم إشراف الجنوب، الفيلم المميز اللي بيحكي سيرة البدو في مصر وإزاي بيتعاملوا مع الحياة في كل المحافظات. هينورنا النهاردة الأستاذ عمرو هشام والأستاذة نرمين مروان مخرجين الفيلم، واللي هنتكلم معهم كمان عن التصوير وإزاي كان مبهر. أما دلوقتي فخلونا بقى نروح نشوف أبرز الأحداث والفعاليات اللي هتم النهاردة في مصر، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، خلونا نبدأ خبرنا معاكم النهاردة من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. الاجتماع اللي بيأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة، خاصة فيما يتعلق بتحلية مياه البحر. الاجتماع كمان كان مهم لأنه كان بيناقش استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال، واستغلالا لكل ما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من دكتورة رشا الخوري خبيرة الموارد المائية ورئيس الجمعية المصرية الصينية. صباح الورد يا دكتور. صباح الفل أستاذ كريم وأستاذة سلمى، يعني صباح سعيد. الموضوع اللي احنا او اللي انتوا طرحتوه ده موضوع مهم جدا، لان اكيد يعني
اهم الموضوعات الساخنه اللي موجود دلوقتي موضوع الميه وحصه مصر المائيه. ليه الدوله تستثمر وتشتغل على استراتيجيه مساله تحليه المياه يا فندم؟ هو الدوله مش بتشتغل بس على تحليه المياه، هي الدوله بتشتغل على كل المصادر غير التقليديه، بمعنى مش بس هنبقى الاعتماد الكلي بتاعنا على ميه النيل، سواء موضوع سد النهضه ده هو اللي بيأثر على الحصه بتاعتنا او لا، لكن احنا التعداد السكاني بتاعنا فيه زياده رهيبه جدا. طيب. فلازم الكم اللي موجود من المياه العذبه يزيد، وده لازم يكون في اتجاهات اخرى للمصادر غير تقليديه، سواء اعاده استخدام الميه، المصارف الزراعيه، اعاده استخدام مياه الصرف الصحي، تحليه ميه البحر، تحليه المياه الجوفيه، لازم كل المصادر دي حتى للسمطار، تجميع مياه السيول، كل دي هتبقى طرق الغير التقليديه جزء اساسي من حصه مصر في المياه العذبه. وطبعا بما ان احنا زي ما ذكرتوا ان احنا بلد عندها سواحل كتير وعندها يعني بحرين غنيين بكميات المياه، وبعض منهم عليه قرى ومنتجعات واماكن كتير جدا وديفلوبمنت كمان بيحصل كتير، فلازم هيبقى يعني ده محور هام جدا هو تحليه مياه البحر. طب هل يا فندم المياه اللي هيتم تحليتها دي هتكون صالحه للشرب ولا هتكون بس للري، الزراعه، الكلام ده كله؟ الموضوع ده هيتوقف على المكان اللي موجود فيه ايه، يعني ممكن يكون ساحل مش موجود فيه الجزء الزراعي خالص، فمش معقوله هننقل بتكلفه كبيره جدا مواتير وخطوط عشان نجيبها لغايه المدن. ممكن يكون في ديفلوبمنت بيحصل من ناحيه ان بقى في مصانع او مدن دلوقتي فمحتاجه اوصل لها الميه، فده حسب الاستخدام اللي موجود في المناطق القريبة عشان ما نضطرش ننقل ويبقى تكلفة عالية جدا زيادة كمان على التكلفة بتاعة تحلية المية، لأن التقنيات المستخدمة في تحلية المية مكلفة، فهيبقى ليها أغراض كتير جدا. طبعا أكبر قطاع بيستهلك المية العذبة في مصر هو قطاع الزراعة، لكن نوعية المية اللي هتطلع دي أنا أشوف أنها هتبقى لإقامة كل الأنشطة المتعلقة بالمناطق الساحلية، من صناعة، من تطوير، من شرب، من شرب كمان كل ده. طبعا، لان هو على قد ما انا بقدر اصرف على التقنيات اللي عندي والانواع اللي موجوده على ما قد ما بطلع نوعيه جيده من الميه، علما ان موضوع التحليه ده ما بيبقاش فيه جزء تلوث، يعني لو اتكلمنا على ميه المصارف الزراعيه او ميه الصرف الصحي فيها تلوث عضوي وفيها كيماويات كتير، لكن مياه البحار دي بتبقى بس هي مشكلتها في كم الاملاح الكبير الموجود فيها. طب دكتور، حضرتك يعني اتكلمتي عن التكلفه لهذا المشروع، يمكن في ناس ما تعرفش انه في دول عايشه على تحليه المياه، يعني في دول ما عندهاش مصادر اخرى غير تحليه المياه للشرب حتى وللزراعه لكل يعني لكل المجالات يعني. لكن يعني اهميه استخدام التكنولوجيا واهميه ان احنا يعني نتكفل بهذا المشروع ونعطي له حقه من ناحيه التكلفه، وحجم التكلفه دي هيبقى شكلها عامل ازاي كمان؟ طبعا في دول اللي ما عندهاش مصادر عذبه موجوده طبعا كلها بتتجه وتحط يعني تمويل كبير جدا في موضوع تحليه المياه المالحه اللي موجوده عندها. احنا بنقول يعني الملوحه اللي موجوده عندنا مثلا من 20 ل 30 بارت بير مليون مثلا في البحر المتوسط، ومن 30 ل 50 مثلا بارت بير مليون في البحر الاحمر، فدي نسب العالم كله يعني اشتغل على التحليه وعلى اكثر منها كمان. انا يعني اخر ميزانيه يمكن اعلنت ان في 50 مليار جنيه في مصر هيضخوا في قطاع التحليه سواء بقى جوفيه او مياه البحار، فده انفستمنت رهيب جدا. والتقنيات بقى متنوعه بقى من تنضح امامي، تنضح عكسي، وفي كمان ابحاث ابتدت تتعمل على انواع
زي تركيبه بين المينرالز والمواد العضويه، تبتدي تعمل عمليات تحليه دي، ومش باستخدام الطاقه التقليديه، باستخدام الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح. فيعني في مجهود كبير جدا في الفتره اللي فاتت دي ناحيه ازاي اعمل الحكايه التحليه دي بتكلفه اقل من غير ما ارهق المصادر الطاقه اللي موجوده عندي. وطبعا لان الموضوع مهم جدا ومساله حياه او موت، المياه هي الحياه، لازم افضل انفست في البحث العلمي من ناحيته، تطوير التكنولوجيا اللي موجوده، التحليه في كل الاماكن اللي نوعيه المياه فيها تصلح لعمليه التحليه. بشكرك جدا يا دكتور رشا الخولي خبيره الموارد المائيه. طيب خلونا دلوقتي نروح نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد. انا شايف يعني كده شويه امل كده بدات تندع شويه، ان درجه الحراره بدات تنزل شويه. بدات تندع حاسس كده ان شاء الله الجو الفتره الجايه هيتظبط. احنا كان معانا حد خبير في موضوع التنبؤات والطقس وكده، وقال ان احنا اخرنا 26/9 بعد كده الجو هيتحسن. 26/9 مش 8 يعني؟ يعني لا يعني 26/9 اخر موجات الحر، وبعد كده هيبتدي الجو يبقى بقى الجو اللي الواحد يعني قدر يستحمل الحر ان شاء الله خير. طيب خلينا نروح دلوقتي نشوف تقرير قعدناه ليكم عن معبد حتشبسوت اللي بيعتبر واحد من المعابد العظيمه والتاريخيه في مصر واللي بيجي له سياح من كل مكان في العالم. نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. احنا دايما في صباح الورد يعني بنحاول ان احنا يعني نركز كده على الاماكن الاثريه والتاريخيه، ويمكن معبد حتشبسوت لسه كنت انا وسلمى بنتكلم واحنا بنتفرج، وكريم كان عمال يقول لي سلمى حاجه مش منطقيه، حاجه مش طبيعيه، مكان يعني التصميم يعني بنتكلم على حاجه من كام سنه يعني ده مش ما اتعملش من الاسبوع اللي فات بجمالها دلوقتي كده في حقيقه. فيعني طبعا احنا عايزين نحمس الناس ان هي تروح تتفرج على الاماكن دي وتزور الاماكن دي، احنا عندنا يعني كميه اثار مش طبيعيه. يعني الناس اللي لسه يعني في ناس كتيره مصريين حقيقي بيشوفوا الحاجات دي في الصور زيهم زي الناس الاجانب عادي، وبيسافروا بره، يعني مش ناس مثلا ما بتسافرش مش من هواه السفر، بيسافروا بره في كل حته، بس السياحه الداخليه عندهم تكاد تكون مش موجوده، مع ان احنا عندنا احلى شواطئ في الدنيا، حرفيا احلى شواطئ في الدنيا، وعندنا اعظم اثار في الدنيا. يعني احنا عندنا حضاره بجد يا جماعه، احنا بيجي لنا ناس من ابعد بؤر الارض، ومع ذلك في ناس كتيره
ما عندهاش ثقافة ان انا اروح اتفرج على اثار بلدي. يعني الكورونا بقى عشان في دول يعني بيبقى صعب السفر ليها، انه الناس بقى تتجه للسياحة الداخلية وتتفرج على يعني على كل اللي قلتيه. جربوا كده بجد، جربوا هتتبسطوا جدا، يعني هتتبسطوا جدا وهتحسوا بعظمة كده، وهتحسوا احنا قد ايه يعني باللوكل كده جامدين جدا. طيب نتكلم بقى في الكورة. النهاردة الدوري المصري فيه ماتشات مهمة جدا، الزمالك هيلعب النهاردة قدام الاتحاد السكندري، والأهلي هيلعب بكرة قدام الإسماعيلي، وماتشين مهمين جدا على يعني في الصراع على الصدارة، لأن احنا عارفين ان الجدول اتضغط في الفترة اللي احنا فيها دي، والحقيقة الموضوع بقى حلو يعني الدوري بقى مشتعل كده. احنا الحلقة اللي فاتت انا كنت بسأل مها انت اهلاوية ولا زملكاوية، فكان في خناقة بيننا على الهواء، فانا عايز اعرف انا عايز اعرف قبل ما اخش الخناقة، انت اهلاوية ولا زملكاوية؟ انت الظاهر ما شفتيش بقى الخناقة اللي كانت ما بيني وبين ياسمين، لأن ياسمين كانت عايزة تعرف انا اهلاوي ولا زملكاوي، وانا مش عارفه ليه حساك زملكاوي. ليه اشمعنى حساك؟ شكلك زملكاوي. لا لا، ومخرجنا صفر. لا يبقى اهلاوي. يبقى اهلاوي. اهلاوي خلاص. انا قلت للجمهور لا مش شكلي زملكاوي. مش شكلك زملكاوي. لا مش شكلي اهلاوي. يعني يا كريم لا. انا بشجع الكره الحلوه. اهلاوي هتساندني يعني دلوقتي ولا ايه؟ ولا مالكش في كوره اصلا؟ بص انا هقول لك على حاجه، انت هتشجعي مين وانا هشجع الفرقه الثانيه عشان يبقى في بالانس. صراحه يا جماعه انا بشجع الاهلي. انت بتشجع الاهلي؟ بشجع الاهلي. يبقى انا سلمى تتمنى بكره ان الاهلي يكسب، وانا اتمنى ان الزمالك يكسب النهارده. ما بتمناش انه يخسر الزمالك، بس طبعا اتمنى ان المارد الاحمر يفوز. المارد الاحمر عارفين. بس انا عايز اقول على حاجه يعني فعلا دي حقيقه بقى. انا نفسي ان الاثنين يكسبوا النهارده وبكره علشان الدوري يفضل طبعًا. يكمل طبعًا. بال يعني هي دي السبيريت الحلوه، هي دي الاشتعال اللي حصل في الفتره. ده اللي انا احب اسمعه، لان يعني احنا بصراحه يعني الدوري بقى له فتره وعايزين الدوري الموسم ينتهي وكده، فالحمد لله ان بقى في متعه كرويه كده في الفتره الاخيره وفي الفتره اللي احنا فيها دي. طيب احنا كلنا طبعا عايزين مستوى الدوري يرتفع زي ما كريم قال اكتر واكتر، لان ده في مصلحه الجمهور وهيخلي الدوري ترتيبه يعلى كمان وكمان ويكون في رعايه اكتر واكتر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من لقاءات اليوم من الناقد الرياضي محمد مصطفى، هنعرف منه تفاصيل عن لقائي الاهلي والزمالك. صباح الورد يا فندم. صباح الورد يا كريم. صباح الورد يا سلمى. وانا اعرف ان كريم زملكاوي يعني. تعرف منين؟ انا قلبي دايما حاسس. تعرف منين بس؟ كريم زملكاوي صح؟ انا اعرف كده. لقد قضي الامر يا شعلان. انا اعرف كده بس زملكاوي يعني. طب حكي يا فندم، اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا خلاص بقى احنا كلنا هنقولك. انا صاحبي. طب ما انا كنت بقول الكلمتين دول من دقيقه اهو، انا كنت بقول ما انا صاحبي مصري برضو. طب انا عندي ان انتوا شكلكم زملكاويين، بس تسندوني دلوقتي عشان انا بشجع الاهلي من فضلكم، مش عايزين احراج على الهوا. طب مين هيكسب يعني، مين هيكسب الدوري من الاخر كده؟ الاهلي طبعا. بص، موسم من المواسم الصعبه جدا، والتطورات اللي طرقت على الدوري المصري شمال اليومين اللي فاتوا في كافيه التاهل وفي الكونفدراليه زادت من سخونه وحماس مباراه النهارده الزمالك والاتحاد السكندري، لان بيراميدز تعادل مباراته امام طلائع الجيش بيخطف تعادل في الدقائق الاخيره. امبارح سموحه كان عنده الامل في التاهل للكونفدراليه، لان احنا زي ما احنا عارفين المفروض انه اول وثاني الدوري يتأهلوا مباشرة لبطولة دوري الأبطال، ثالث الدوري وبطل الكأس، أو في حالة عدم نهاية بطولة الكأس بيتأهل رابع الدوري دي بطولة الكونفدرالية. طبعًا الدوري هينتهي آخر 8، ولكن الاتحاد الأفريقي كان حدد آخر ميعاد للسادة الأندية المشاركة الإفريقية اليوم 10/8، وقال إن لها استثناءات ورفض طلب مصر باستثنائها وتأجيل إرسال الأندية، لأن خلاص القرعة هتقام يوم 15، فبالتالي وفقًا للائحة بيرسل أول وثاني الدوري وثالث ورابع الدوري وفقا للائحه في الوقت اللي بيطلب فيه الاتحاد الافريقي ارسال الانديه. فطبعا النهارده اخر ميعاد لارسال الانديه المشاركه افريقيا، الاهلي والزمالك اول وثاني الدوري يتاهلوا لدوري الابطال، ثالث الدوري المصري ضمن التاهل للكونفدراليه، رابع الدوري بقى الخناقه بقى المشكله بين بيراميدز والاتحاد. بيراميدز 43 نقطه، الاتحاد 41 نقطه، في حاله فوز الاتحاد النهارده على الزمالك يتاهل مباشره للكونفدراليه بعد غياب طويل طبعا تحت قياده الاسطوره حسام حسن اللي النهارده عيد ميلاده 55.
او في حاله خساره او تعادل الاتحاد السكندري فبيضمن بيراميدز برضه المشاركه الافريقيه بعد تألقه في النسختين اللي فاتوا تأهله لمباراتي النهائي ونصف النهائي. فانا مش شايف انه المنافسه هتبقى سهله بين الاهلي والزمالك خالص، خصوصا الاهلي عنده برضه مواجهات صعبه منهم مثلا مواجهه المصري، مواجهه الاسماعيلي بكره، كذلك برضه الزمالك عنده مواجهات صعبه جدا مع يعني عايز اقول لك مواجهات الزمالك كلها مع الانديه اللي بتنافس على الهبوط، وعنده حتى في مواجهه كليوباترا قريب برضه من الهبوط ولكن برضه هتكون مواجهه صعبه، مواجهه الاتحاد النهارده مواجهه صعبه، اخر مواجهه لو تعرفها للاهلي والزمالك في الدوري في الاسبوع الاخير هيكون قصاد مين بقى؟ قصاد اسوان الاهلي والبنك الاهلي قصاد الزمالك، والاثنين بينافسوا على الهبوط مع نادي وادي دجله على خطف مقعد واحد بس للبقاء. فبالتالي المواجهات كلها صعبه من الصعب جدا. طب الكلام ده يقلقنا يعني ولا ايه؟ انا قلقت. يقلق الاثنين كده، يقلق الاهلي ويقلق الزمالك يعني. طب خلينا نتكلم اكتر يا فندم عن العناصر البارزه في الفريقين. طبعا الاهلي والزمالك، الاهلي بيضم طبعا نجوم متميزين جدا، عنده تنوع في التهديف بتاعه، يعني لو بصيتي على عدد اللعيبه اللي بتسجل في النادي الاهلي هتلاقيها كتير. هتلاقي محمد شريف هداف الدوري حاليا، هتلاقي قفشه بتسديداته والسلو باص اللي بيعمله للمهاجمين، هتلاقي الجناحين برضه حسين الشحات، كهربا رغم المشاركات القليله بس سجل اهداف كتير، هتلاقي طاهر، هتلاقي السوليه بتسديداته، هتلاقي حمدي فتحي، المدافعين اخر ماتش الاثنين مدافعين للنادي الاهلي جايبين اهداف، فالنادي الاهلي عنده تنوع في الاهداف وعنده كمان زخم وقوه في كل مركز. الزمالك كذلك برضه رغم انه بقى حصل له نقص عددي باحتراف مصطفى محمد ورحيل فرجاني ساسي، ولكن رغم كده ظل برضه متمسك ببعض اللعيبه اللي فارقين جدا معاه، يعني سيف الجزيري فارق جدا مع الزمالك الشلال الفتره الاخيره، وفي اخر ماتش شفناه عمل ايه قصاد المحله. اشرف بن شرقي واحد من امتع لعيبه الدوري، شيكابالا كذلك طبعا، والمهارات بتاعته زيزو طبعا وتالقه خلال الفتره الاخيره، استمرار طارق حامد برضه قوه دفاعيه، الونش بالتطور التكتيكي اللي وصل له خلال الفتره الاخيره، وجود حراس مرمى، ثلاث حراس مرمى اتقال، فكل دي برضه اوراق قويه جدا في نادي الزمالك. ممكن يعيبه شويه انه ما عندوش التنوع في الاهداف، يعني الاهداف كلها بتيجي دايما من الثلاثي او الرباعي الامامي، انما لعيبه الوسط ولعيبه الدفاع مش بيسجلوا اهداف، يعني مش نشأة شافي يسجل اهداف او حمزه المسلوسي او طارق حامد، دايما الاعتماد على الرباعي الامامي. طيب احنا يعني في ظل الفتره اللي احنا فيها دي واحنا منشغلين بالماتشات وجدول بجدول الدوري والاهلي هيلاعب مين والزمالك هيلاعب مين، ما بنسمعش اي اخبار عن الصفقات، يعني احنا كان دايما في الفتره دي في السنه دايما نقعد نسمع بقى الاهلي عمل صفقات الزمالك عمل صفقات، مفيش اي اخبار عن الصفقات. الاهلي انجز بالفعل الثلاث صفقات، يعني تقدر تقول كده خلاص الاهلي اتفق على الثلاث صفقات بتوعه بناء على طلب موسيماني، موسيماني كان طلب ان يكون في باترايك مع محمد هاني في ظل ان ادم فتيه هو اللي لعب مركز خلال الفتره الاخيره، فتعاقد مع كريم فؤاد لعب يكون مستقبل المعار اندي، وكريم فؤاد عنده ميزه احنا شفناها لما دخل الاولمبي، وعنده ميزه شفناها مع اندي بيقدر يلعب باك رايت، بيقدر يلعب باك ليفت، بيقدر يلعب جناح كمان، لعيب مميز جدا ولعيب سريع جدا، كان عنده عروض برضه اوروبيه من نادي سيلتيك الاسكتلندي، كذلك برضه الاهلي خلاص تقدر تقول كده انه انهى الاتفاق وكمان خلاص هيبعت الفلوس خلال ايام مع ميكي سون لاعب سيمبا التنزاني، شفنا سيمبا التنزاني عمل ايه السنه دي وتالق جدا في بطوله دوري الابطال، واللاعب الثاني بيرسي تاو، بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي ولاعب طبعا منتخب جنوب افريقيا اللي خرجونا هنا في كاس الامم 2019 بهدف نظيف، بيرسي تاو واحد برضه من اللعيبه الحريفه جدا يعني، والاثنين ميديسون او بيرسي تاو بيقدروا يلعبوا على الطرفين ومركز 10 شادو سترايكر، الاماكن اللي الاهلي عنده عجز فيها فعلا، يعني النادي الاهلي عنده مشكله في لعيبه الجناحات حتى مش واضح انه هيجي زملكاوي. واضح جدا انه هيجي زملكاوي. كده في اثنين زملكاويه معانا النهارده يا جماعه. ليه ليه ايه اللي قلته ويقول لي احساسي بيقول لي وانا احساسي ما بيكدبش. لا لا خالص احساس حضرتك خاطئ اساسا. لا طب الزمالك اما بالنسبه لنادي الزمالك فالزمالك بقى عنده برضه صفقات جيده جدا، ولكن تقدر تقول لسه ما خلصش اي حاجه منها، يعني النادي الاهلي انهى ثلاث صفقات ولكن الزمالك لسه ما خلصش ولا صفقه خالص، ولكن الكلام على رايح على ثلاثي بيراميدز لونجا في وسط الملعب في ظل طبعا غياب فرجاني ساسي، وكذلك برضو احمد ايمن منصور، والثالث برضو نادي الزمالك بيتكلم على ايريك تراوري، ونادي الزمالك راح للعيبه بيراميدز لان بيراميدز طلب بعض اللعيبه من نادي الزمالك، نادي بيراميدز برضو عايز يطور لاعبيه ويطور صفقاته ويطور السكواد بتاعه،
في ظل القياده الفنيه الجديده لجينياس اللي طرح فوز واحد من 6 مباريات. النهارده بيتكلم في انه عايز يضم عبد الله جمعه، عايز يضم حارس من حراس الزمالك عواد او ابو جبل، فالزمالك بدا يتكلم كمان على صفقات تبادليه مع بيراميدز، كذلك برضه الزمالك، ولكن وادي دجله قفل السكه دي دلوقتي. الزمالك عايز يضم اكثر من لاعب من وادي دجله، ولكن طبعا نظرا لظروف وادي دجله اللي بينافس على الهبوط مع المقاولين ومع اسوان ومع الانتاج الحربي ومع البنك الاهلي، منافسه شرسه جدا خلال الاسابيع الاخيره وهتشهد مواجهات مباشره بينهم. وادي دجله قفل السكه تماما، هو عنده اكثر من لاعب الزمالك بيعرف يضمه، منهم مرعي ورضا الالباني الدفاع، بيتكلم في عبد العاطي لاعب برضه وسط الملعب ممكن يعوض اياه في الجاني الساسي، برضه كذلك محمد هلال واحد من افضل لعيبه الدوري البلاي ميكر اللي يقدروا ان هم يصنعوا لعب. ولكن وادي دجله زي ما قلنا انه قفل الطريق، الزمالك لم يحسم تقدر تقول اي صفقه من الصفقات دي لحد دلوقتي، ما زالت المفاوضات جاريه. بشكرك جدا الناقد الرياضي محمد مصطفى، شكرا جزيلا على المعلومات دي. مش عايزه موضوع الاهلي والزمالك ده يخسرنا بعض خالص يا جماعه، خالص يا كريم. لا 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 خالص، لا لا. يعني فاهم، ان شاء الله وتحية احنا هنكسب. وتحيه لمها وتحيه لياسمين، كل واحد بيشجع الفريق اللي هو عايزه. انا محايد، انا مشجع اللعبه الحلوه. انا بص اهو بصراحه انا محايد بين قوسين زملكاوي. لا انا محايد، انا بشجع اللعبه الحلوه خلاص. او انا كمان مشجع اللعبه الحلوه. ولا انا بس يمكن لفت نظري كمان يعني محمد في حاجه، انه النهارده عيد ميلاد كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، اشهر توأم في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ الكره العربيه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الكابتن حسام حسن طبعا، فبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. و يعني دايما بحب ان الكره تبقى حاجه اللي هي الناس كلها تنبسط بيها اكتر من ان احنا نبقى انا ما بحبش الانحيازات دي. احنا ممكن نهزر وكل يعني حاجه، بس يعني مش في الاخر دي كوره، مش حرب يعني. بالظبط. فيعني الموضوع بسيط يعني، الاهلي يكسب النهارده الزمالك هيكسب بكره ان شاء الله. الاهلي هيكسب النهارده يعني. بص انا حيليه جدا ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده ان شاء الله. انا بصراحه انا بتمنى ان الاهلي والزمالك يكسبوا النهارده وبكره علشان الدوري يفضل قوي ويفضل مشتعل زي ما هو. لا بغض النظر عن الهزار طبعا، زي ما كريم قال، الاهلي او الزمالك او الاثنين مع بعض ده هيقوي وضعنا في الدوري اكتر بكتير، ودي حاجه يعني ما فيهاش خلاف. طيب ننهي بقى فقره الانترو النهارده بالخدمات اللي بنقدمها لكم، اسعار السلع الاساسيه والذهب والعملات، وبعد كده نرجع بقى مع اول فقراتنا. خليكم معانا.
ورجعنا لكم مرة تانية. خلال الفترة الأخيرة أصبحت الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بالتعليم بكل مستوياته، وشفنا قد إيه حصل تغيير في منظومة التعليم وكمان التعليم الجامعي، لكن كمان في دور كبير لهيئة تعليم الكبار في محو الأمية، وهو الدور اللي مش بس بيساعد الكبار إن هم يتعلموا ويكملوا حياتهم بشكل أفضل، لكن كمان بيساهم في تربيتهم لأبنائهم ومساعدتهم في التعليم. عشان نعرف الدور ده خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا عبر تطبيق زوم، الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار. صباح الورد عليك يا فندم. الو، واضح ان في ديلي شويه. طيب خلينا نتكلم احنا في الموضوع لحد ما الدكتور يجي. الحقيقه يمكن سلمى انت قلتي حاجه مهمه جدا، انه في طفره في منظومه التعليم في الفتره الاخيره، يعني التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. يمكن في يعني كمان كان في تحديات، كورونا جت، الامتحانات كانت تتعمل ازاي، كل الكلام ده بدا انه المنظومه فعلا ان هي تشتغل فيها يعني بقوه يعني. طب عشان اللي انت بتقوله ده، احنا معانا بوبس كده بنتكلم فيها عن اهميه التعليم ومحو الاميه والحاجات دي كلها، خلونا نروح نشوفها ونرجع تاني للدكتور عاشور. هل ممكن لو الاب والام متعلمين او مش متعلمين بيفرق في تربيه الاطفال؟ لا، هي ما بتفرقش. في ناس مش متعلمه خالص وقالهم بيطلعوا دكاتره ومهندسين طول ما كان الاب متعلم والام متعلمه بيساعدوا الاطفال في فتره الدراسه بتاعتهم وبتبقى حياه كويسه. طبعا اكيد بيفرق، لانه تعليم الاب والام بيساعد الطفل في حاجات كتير، انه عنده الخلفيه اللي يقدر يرجع للطفل باي حاجه يفيده فيها. اكيد اكيد لازم الاب والام يكونوا متعلمين او على قدر كافي من التعليم، بحيث يقدروا يوصلوا الفكر المتطور المواكب للعصر للاطفال الجديده. بنسبه كبيره في التعليم ان هو بيعرفوا يشرحوا لابنهم، بيساعدهم، بيديله معلومات مفيده. لو مش متعلمين بيفرقوا في الاخلاق، بس بتفرق في التعليم شويه. لو انت مش متعلم ممكن تبدا تعليم وانت في سن كبير او كبير السن؟ لا والله صعب، يعني لو انت مثلا عديت 45 او 50 سنه صعب ان انت تتعلم تاني خلاص، يعني الموضوع من اول الدراسه خلاص. طبعا اكيد هو مش عيب ان الانسان يتعلم، التعليم ده حتى المتعلم بيفضل برضه يتعلم، مفيش حد كامل. اكيد يعني عمر التعليم ملوش سن، يعني في ناس بتوصل ل 60 و 70 سنه وما زالوا بيتعلموا وبيطوروا من نفسهم، وده من اهم الاشياء ان الانسان انت مهما تتعلم ففي في اللي احسن منك. مش عيب، ناس كتيره اتعلمت وناس كتيره بدات حياتها بعد عمر كبير، بعد 50 و 60 سنه. مش عيب، العلم شيء جميل جدا، العلم حياه، منهج حياه. التعليم ملوش سن، التعليم في اي وقت طول لما احنا عايشين في حياتنا نقدر نتعلم لغايه اخر يوم في عمر البني ادم بيتعلم. ورجعنا لكم مره ثانيه. خلونا الاول نعلق على البوبس او التقرير اللي احنا شفناه ده يا كريم. يمكن احنا كنا بنتكلم على منظومه التعليم، بس يمكن ناس كتير ما تعرفش انه بقى في هيئه التعليم الكبار وليها دور قوي يعني في مجال التعليم الكبار ومحو الاميه، وده اللي احنا بقى عايزين نعرفه من الدكتور عاشور عمري رئيس هيئه تعليم الكبار اللي معانا دلوقتي على زوم. صباح الورد يا دكتور. دكتور عاشور عمري رئيس هيئه تعليم الكبار، صباح الورد يا دكتور. في حاجه ضدنا النهارده، ظهر في مشكله في الاتصال، لكن الحقيقه يمكن انا لفت نظري يا سلمى في التعليقات الناس، انه بتقول لك ان التعليم ملوش سن والتعليم حياه. هي في واحد من اهم الناس اللي اشتغلت في التعليم اسمه جون دوي، كان قال مره جمله يمكن اثرت فيا قوي، قال ان التعليم هو مش تحضير للحياه، هو التعليم هو الحياه. فبصرف النظر في انهي سن في اي مرحله عمريه، خلينا متفقين ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، ف
فكل ما كان الإنسان أو البني آدم سنه صغير كل ما كان استيعابه أسرع، تجميعه للمعلومات أعلى وأكبر، كل ما كان السن أصغر كل ما كان أي حاجة بتتعلمها حتى لو حرفة أسهل بكتير. في ناس طبعا ما بتلاقيش الفرصة أنه إن هي تتعلم طبعا وهي صغيرة، على الرغم ممكن يكون جالهم الفرصة وهم رفضوا كمان، لكن يعني مفيش ما يمنع ومش عيب خالص زي ما برضو ما اتقال في التقرير اللي شفناه انه الواحد يعني ان هو يتعلم في اي مرحله عمريه. ما طبعا، بس يعني اي حد بيتفرج علينا وعنده اولاد من طبقه معينه مش حابب ان البنات تتعلم الكلام ده كله، حقيقي السنين الصغيرة دي أهم سن إنه يتعلم، وأسرع وأسهل سن إنه يتعلم. يعني أنا مثلا بحب اللغات جدا يا كريم، فكرت من فترة أني خلاص أنا عايزة جدا أتكلم أسباني. زمان كانت المواضيع سهلة جدا، عايزة أتكلم لغة، شوية كورسز على شوية أفلام على شوية أنت تمام جدا، المواضيع سهلة دلوقتي. الواحد هو أكبر موضوع بيبقى أصلا مفيش. طيب صعب خلينا نعرف بقى تفاصيل. يمكن الدكتور عاشور عمري معنا دلوقتي عبر الهاتف، الكبار هو معنا دلوقتي على الهاتف. صباح الورد يا دكتور. صباح الفل أستاذ كريم، أهلا وسهلا أستاذ ياسمين. سلمى بس انا وياسمين واحد. انا اسف. كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. خير وامن وامان بمناسبه العام الهجري الجديد. الدكتور عاشور، يمكن ناس كتيره يعني مش متابعه او يعني مش عارفه دور هيئه تعليم الكبار، فايه دور الهيئه خاصه في الفتره الاخيره اللي منظومه التعليم بالكامل بدات ان هي تاخد خطوات كبيره؟ يعني كل تأكيد يا استاذ كريم، يعني انا اولا بشكر حضرتك وبشكر اسره قناه تن على هذه المداخله وهذه المشاركه، لان بالفعل التعليم بدون شك هو اداه التنميه الحقيقيه والمستدامه لاي مجتمع من المجتمعات، ومفيش مجتمع في الدنيا تطور ونمى وحقق اهدافه الا من خلال التعليم. عشان كده القياده السياسيه المصريه حقيقي يعني جعلت الحق جميع المواطنين بالتعليم النظامي وغير النظامي. النظام اللي بنقصد بيه اللي هو التعليم الابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه اللي بناخد بيه شهاده نظاميه، والتعليم غير النظامي اللي من خلال التدريب وشهادات محو الاميه وهكذا. هو احد اهم واهداف التنميه المستدامه لتحقيق رؤيه مصر 2030، وبكل تاكيد الهيئه العامه لتعليم الكبار ليها دور مهم جدا في تحقيق هذا الهدف المنشود، هو هدف التعليم ونشر العلم والقضاء على الاميه. والدليل على كده ان قبل انشاء الهيئه تم انشائها سنه 1992. قبل انشاء الهيئه كانت نسبه الاميه في مصر تتعدى 42%، اما الان نسبه الاميه حوالي 27% في الشريحه من 15 سنه فاكثر، ووفقا لتعداد مصر حوالي 19.2%. فاكيد لينا دور مهم جدا على ارض الواقع، وان شاء الله يعني سنزف بشرى وخبر صار جدا يوم 8/9 لكل المصريين خاص بمحو الأمية إن شاء الله. مش هنقول الخبر إيه؟ إن شاء الله هتبقى في جايزة عالمية مصر يعني فازت بيها الحمد لله، ولكن الإعلان الرسمي ليها إن شاء الله هيكون يوم 8/9 في اليوم العالمي لمحو الأمية، وسيتم الاحتفال به إن شاء الله بمقر الهيئة العامة لتعليم الكبار. ده يوم عالمي، العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8/9 من كل عام، ويعني لسه التواصل كان مع اليونسكو بالأمس وبلغونا إن في تجربة مصرية رائدة حصلت على المركز الأول عالميا في مجال محو الأمية، إن شاء الله سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 8/9 بإذن الله. ده كلام محمس جدا. طب أنا عايزة أتكلم يا دكتور عن نسبة الأمية اللي حضرتك قلتها من شوية، عايزة أعرف النسبة دي الأكبر للإناث ولا للذكور؟ طبعا نسبة الأمية احنا بنتكلم في حوالي حاليا احنا بنستهدف الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر. فاحنا لما نيجي بنعد الشريحة ديت والفئة دي، حقيقي النسبة العليا او الأكبر في هذا العدد هو للإناث وليس للذكور، لأسباب كثيرة جدا كانت متعلقة ببعض العادات والتقاليد البالية والقديمة اللي كانت متفشية في صعيد مصر ومتفشية في المناطق الريفيه والفقيره، ان البنت ما تتعلمش وان الولد هو اللي يتعلم. ولكن طبعا الدوله المصريه الان بتضع يعني خطه لمحو الاميه تستهدف اولا تنميه الوعي، ان البنت ليها حق زي الولد بالضبط في التعليم. فعشان كده احنا بنكثف الان وبتوجيهات القياده السياسيه جهدنا في القرى الاقصى فقرا حياه كريمه، وايضا بنكثف جهودنا مع الاناث، لان بالفعل النسبه الاكبر لدى الاناث وليس الذكور.
طب تكملة لكلامنا، أنا عايز أعرف هل تأثير التربية ده بيأثر أو بيبقى فيه تأثير لو الأمية عند الأب أو عند الأم؟ يعني خلينا أقول إن الأمية عند الأب وعند الأم هي شديدة الخطورة، لأن إحنا بنتكلم على مجتمع بأكمله، مجتمع محتاجين إن كل فرد فيه يبقى عنده نسبة من الوعي. الأب طبعا لازم يكون متعلم والأم كذلك، ولكن بس أنهي أخف يا دكتور في التربية؟ لا، التأثير الأكبر على الأسرة بالسلب طبعا لما تكون الأم أمية ما بتعرفش تقرأ وتكتب، لأن والنسبة الأعلى قلنا للإناث. لما الاقي ان الام اساسا بتبقى اكثر ارتباطا بالاسره وبالطفل في سنواته الاولى، فده بينعكس على تربيه الطفل سواء بالايجاب او السلب وفقا لحاله الام التعليميه. فطبعا بالنسبه للاسره المصريه في السنوات الاولى مهم جدا ان المراه المصريه تكون متعلمه. بكل تاكيد الاثنين بيؤثروا بالسلب، الاميه سواء للذكور او الاناث بيؤثروا بالسلب على حاله الوعي وحاله التنمية والفقر والصحة اللي موجودة في الأسرة. أكيد. وبالأخص التأثير بيكون أكثر خطورة لما تكون المرأة هي الأمية. طب دكتور عاشور، يعني في مسألة التوعية إزاي الهيئة بتقوم بتوجيه طبعا من الدولة اللي زي ما حضرتك ذكرت إن هي مهتمة جدا بمسألة التوعية لها علاقة بالتعليم، يعني أنتوا بتعملوا إيه بالظبط؟ يعني بتنزلوا القرى؟ هل في مثلا برامج توعية يعني بتعملوها بتطبقوها؟ هل في ناس بتروح فعلا تخبط على البيوت وتنشر هذا الوعي، ولا الموضوع بيتم إزاي؟ يعني اشكر حضرتك يا استاذ كريم على هذه الجزئيه، لان بالفعل يعني العمل في مجال تعليم الكبار العالم كله يتحدث انه عمل شاق جدا، لان احنا بنستهدف فئه شديده الخصوصيه، بنستهدف فئه اولا هم فقراء يعيشون في اماكن بعيده واماكن يعني بعيده عن العمران، ومن الصعب الوصول ليهم، في الغالب كمان ما عندهمش قناعه ان هم يتعلموا. الحاجه الاهم انه مش مقتنع كمان باهميه التعليم ان هو ينعكس عليه بالايجاب او السلب، فمحتاج زي ما حضرتك اتفضلت ان اولا يكون عندنا برنامج للتوعيه ونشر الوعي لدى المتعلمين قبل غير المتعلمين. الشخص المتعلم اللي يعرف حد غير متعلم عليه مسؤوليه كبيره جدا انه لازم يعلمه عشان نبني بلدنا ونبني جمهوريتنا الجديده جمهوريه خاليه من الاميه. يمكن بالفعل دعم القياده السياسيه لينا وتوجهات فخامه الرئيس للشباب تحديدا سواء شباب الاحزاب او شباب الجامعات انهم يشاركوا مع الهيئه العامه لتعليم الكبار في تحقيق هذا الهدف كان ليه مردود طيب جدا جدا. الحقيقه احنا عقدنا بروتوكول تعاون مع تنسيقيه شباب الاحزاب، وبدانا بالفعل نستثمر مقرات الاحزاب اللي موجوده في مصر كلها نفتحها للفصول لمحو الاميه ويبقى في حاله من الوعي. الحاجه الثانيه والمشروع الضخم الكبير ان شاء الله اللي هنعلن عن الجائزه بتاعته باذن الله يوم 8/9 هو مشروع مشاركه طلاب الجامعات المشروع القومي، لان مفيش اسره مفيش بيت في مصر الا اذا كان لديه طالب في الجامعه او طالب في التعليم قبل الجامعه. فكل طالب هنا اصبح منوط انه يوعي اولا اهله انه ما لازم يتعلموا، واصبح كمان متطلب انه عشان ياخد شهادته الجامعيه لازم يساهم ويشارك في تنميه بلده، وان هو يعلم حد من اهله. انا مش بنقول ان يعلم حد من بعيد، لا، علم حد من اهله غير متعلم، الاب الام الاخت الخال الجار اي حد من اهله. فده مهم جدا ان احنا بنوعي الناس اولا. مهم كمان زي ما حضرتك ذكرت كمان دور الاحزاب، ودي حاجه انا يمكن سعيد بيها جدا. وانا بشكرك على وجودك معنا الدكتور عاشور عمري رئيس هيئه التعليم الكبار على وجودك معنا في صباح الورد. طيب احنا هنطلع فاصل بقى ونرجع لكم مع تاني فقره. احنا بنشتغل على جزئين مهمين جدا، اول حاجه رفع كفاءه الطبيب من ناحيه طبعا الاكلينيكيه وتشخيص الامراض وما الى ذلك والارشادات العالميه الجديده، وطبعا نعلمهم ازاي او ندربهم على احدث استخدامات لمناظير الجهاز الهضمي سواء
في الاجراءات اللي بنعملها او في الكشف المبكر عن الاورام. النهارده المزيد تطورت جدا وبقت بتعمل حاجات قريبه جدا من الجراحات، يعني بقينا مثلا بوادر اورام القولون مثلا او اورام الجهاز الهضمي بصفه عامه بنقدر نقشرها بالمنظار. دي طبعا مهارات احنا بنحافظ ان احنا نعملها دكتور. ومن جزء اخر برده بنركز مع المريض ذات نفسه، ازاي يقدر نوعيه للمرض بتاعه وازاي يقدر يتعامل معاه وازاي يقدر يستفيد الاستفاده القصوى من دكتور ومن الادويه اللي موجوده. هو المؤتمر ده بيمثل جمعيه الإلجنة وبالتعاون مع الجمعيه الاوروبيه لامراض القولون المناعيه. فالمؤتمر بيقدم كل ما هو جديد في امراض القولون المناعيه، سواء مرض اسمه كرونز ديزيز او قولون تقرحي، ووسائل التشخيص، وسائل التشخيص عن طريق المنظار، وسائل العلاج والطرق الحديثه للعلاج. أهم فعاليات المؤتمر هو مقسوم لجزئين. الجزء بتاع النهاردة وهو تعريف الصغار الأطباء والمشاركين بأساسيات الأمراض المناعية للجهاز الهضمي، لأنها أمراض نادرة الوجود ولكن هي موجودة والمرضى بيتشخصوا بصعوبة. فالنهاردة يوم الأساسيات. تاني يوم اللي هو بكرة هو يوم مع الجمعية الأوروبية للأمراض المناعية، هيقولوا لنا التشخيص المتطور والمتقدم مع عرض بعض الحالات بيساعد الناس هنا اللي موجودة أنها تمشي على حسب المعايير العالمية في تشخيص المرضى وعلاجهم. الهدف منه كذا اتجاه، ان احنا ازاي نطرح فكرة هذا المرض وازاي تشخيصه، ايه هي القواعد الاساسية للتشخيص المبكر، لا ننتظر ان يجي المريض بالصورة اللي بنشوفها دلوقتي بالمضاعفات. اهم حاجة الطرق الجديدة في العلاج، ويمكن اكتر حاجة فيها هو العلاج البيولوجي النهاردة اللي بيطرح مجاله. انواع العلاج البيولوجي بقت كتيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. مهم جدا الاهتمام بالشباب. ليه؟ لان احنا معانا نموذج الحقيقه النهارده من الكوادر، واحنا كنا لسه بنحكي واحنا بنتفرج على هذا التقرير على يعني دوره في مثل هذه المؤتمرات. احنا معانا النهارده الدكتور محمد خرشد، رئيس الجمعيه المصريه لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، وواحد من كبار اطباء الجهاز الهضمي والقولون في مصر، وكمان واحد من الكوادر الشبابيه في مجال الطب. احنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا ومنورنا في استوديو صباح الورد. ميرسي يا استاذ، صباح الخير عليك. احنا عندنا كشوفات، احنا عندنا كشوفات جدا. بس يعني في الاول كلمنا عن المؤتمر، يعني المؤتمر بيعقد في القاهرة وشفنا نماذج لدكاترة كمان موجودين وحضرتك كمان كنت موجود. كلمني عن دور المؤتمر ده واهميته. والله المؤتمر ده يعني هو المميز جدا فيه ان ده يعتبر اول مرة منظمة عالمية تعمل حاجة رسمي ليها في مصر، ودي كانت حاجة مفاجأة بصراحة. يعني احنا الفترة اللي فاتت بدأ الترويج لمصر بطريقة ظريفة جدا قدام الناس، وبدأ يقولوا لا احنا الدنيا عندنا حلوة. فعلا على فكرة الحاجات اللي بتعملوها كإعلام ربنا يكرمكم فعلا بتوصل للناس برة، وفعلا بيشوفوا قد ايه ان الدنيا بقت حلوة. فلما نيجي نقول لهم ما تيجوا عندنا بقى، لا ما تعبوناش يعني. جاء قالوا لنا لا اوكي على طول، احنا هنعمل ايه والكلام ده كله. طبعا ده برضو ده من ناحيه ان احنا قلنا لهم على مصر، من ناحيه تانيه برضو ان كميه الابحاث وكميه الشغل اللي طلع من مصر دلوقتي لبره لا عامل شغل حلو. احنا في امراض الجهاز الهضمي والقولون عامه احنا متميزين جدا، يعني في تخصص الجهاز الهضمي والكبد عامه كان لسه الناس فاكره حتى دلوقتي فيروس سي، وازاي قدرنا نخلص الانتشار الفظيع بتاعه. لا بشهاده منظمه الصحه العالميه يعني كله كله. احنا بس بنقول احنا مش عايز اقول لحضرتك ان ما فيش مؤتمر بره الا لازم يدعو حد من عندنا يتكلم عن التجربه المصريه في فيروس سي. كويس. فده اللي بيميزه المؤتمر ده، ان المنظمه الاوروبيه لأمراض الأمعاء المناعية، ودي اللي بتحط الإرشادات العلاج على مستوى العالم. أنا عايز أعرف بقى إيه أمراض الأمعاء المناعية؟ أمراض الأمعاء المناعية ده حاجتين، حاجة اسمها مرض كرونز والالتهاب التخرحي بتاع القولون، اللي هو يبقى يحصل خلل في المناعة
والخلل المناعي ده يعمل التهابات في القولون تصل إلى تقرحات أو إلى مناطق فيها ضيق أو إلى فتح قنوات ما بين الأمعاء أو بين الأمعاء وأجهزة أخرى. كويس. ده المهم في المرض ده إيه؟ إن المريض ده بيفضل طول عمره يتعالج على إنه هو قولون عصبي ويقعد ياخد كل مسكنات الدنيا وبعد كده يبدا ياخد حاجات مهدئات وطبعا هو لازم طبعا هتوتره هو اعراضه ايه بالظبط يعني. نفس السؤال اعراضه ايه اول حاجه المغص المتكرر طبعا مغص شديد جدا متكرر يحس بعصره في بطنه ده رقم واحد رقم اتنين يبقى فيه اسهال مزمن ده موجود في اغلبيه الحالات من الالتهاب التقرحي طبعا انما كرونز بيبقى اساسي هو المغص بتاعه وممكن يبقى فيه نزيف شرجي طبعا حط على ده بقى ان بيبقى شكله تعبان جسمه قليل طبعا لو بدأ من سن صغير بقى اجريسيف جدا يبقى عنده فقر دم انيميا الحاجات مش لازم التلات اعراض مع بعض ممكن يبقى عرض واحد او مش عرضين لازم. مع بعض بالظبط بالظبط ودي اللي بيخلي احد دايما يقول المريض الالتهاب الامعاء المناعيه بقى عنده تلات تحديات التحدي الاولاني ان هو يتشخص اصلا يعني هي عشان اشخصه انا محتاج اعمل له منظار قولون فعشان اقدر اقنع واحد ان انت عندك دلوقتي مغص في بطنك وكلام ده مش راضي يروح لا احنا عايزين نبص فدي تبقى اول تحدي نعمل منظار واقدر اشوف النهارده المناظير الجديده اللي موجوده رائعه يعني احنا بنقدر نشوف لحد الخلايا بتاعه القولون ودي بتفيدنا طبعا احنا نقدر نعرف لو في حد هيحصل له قدر الله بعد كده اورام ولا لا فانا بالمنظار بقدر اشوف الحته الملتهبه دي واخد منها عينات وبالفحص الانسجه بيبان عندي ان انا عندي المنظر بتاع الالتهاب المناعي فده اول تحدي التحدي الثاني هو اختيار العلاج المناسب ما بين ان انا هبطل المناعه هو ده مثبطات المناعه اللي بتقلل معاها زي الكورتيزون وما الى ذلك كويس والحاجه الثانيه اللي هو العلاجات البيولوجيه الجديده واللي بدات تتطور كمان يمكن كمان احنا من الحاجات اللي كانت مهمه جدا وخلتنا نهتم قوي بجزء التدريب للاطباء لاختيار الادويه البيولوجيه دي هو ان احنا دلوقتي الدوله بقت موفره جميع الادويه البيولوجيه رغم انها حاجات غاليه جدا على فكره. انا كنت عايز اسال في الحته دي يعني ناس كتيره ممكن ما بتاخدش بالها قوي انه الطب بشكل عام هو مجال مكلف بكل حاجه حضرتك اتكلمت عن العلاج تجهيز وتعليم الدكاتره وتدريبهم احدث التكنولوجيات والتقنيات اللي بتبقى موجوده دايما بيبقى فيه تطور وابديت في المجال ده حضرتك شايف ازاي الدوله قدرت ان هي توفر اولا العلاج اللي حضرتك تحدثت عنه وكمان انه احنا في بلد نقدر نقول انه احنا العلاج والطب بشكل عام مش غالي زي في دول كثيره من الدول العالم الاول يعني يمكن احنا في اول كلامنا ضربنا مثل بفيروس سي في الوقت اللي كانت علبه الدواء بره ب 7000 دولار كان اغلبيه الناس ده رقم حقيقي ده مش رقم حقيقي فعلا مش مبالغه يعني ده رقم حقيقي اغلبيه الناس مصر خدوه مجانا واللي دفع من جيبه دفع 700 جنيه يعني حضرتك متخيل الفرق اللي ما بين 7000 دولار الى 700 جنيه فدي حاجه الحاجه الثانيه احنا الاسبوع اللي فات احنا كنا بنتكلم وبنحتفل بالعلاج اللي هو بتاع العلاج الغالي قوي اللي الدوله وفرته اللي هو بتاع ضمور العضلات انا مش عايز اقول لك ان هي مش بس العلاج ضمور العضلات احنا عندنا دلوقتي بقى لنا كام شهر ادويه الادويه البيولوجيه ودي برده مكلفه جدا دي مفيش حد بيحتاج دواء ما بنعرفش نتصرف فيه سواء على التامين الصحي كله بقى متوفر دلوقتي سواء قرارات نفعت الدوله سواء حتى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني عامة فإلى حد ما اللي ما بيقدرش لا بنقدر يجيبه أيا كان الدواء أيا كان تكلفته ودي من الحاجات طبعا العظيمة جدا وصدقني مش موجودة بره يعني احنا بيجوا زمايلنا ما في المؤتمرات وكده في أوروبا فبيقولوا يعني احنا بنحسدكم بتعرفوا تصرفوا الحاجات دي بسهولة كده هناك بره لو ما كانش في بحث أو لو ما كانش في كلام ده كله ما بيعرفش ده الأدوية دي للمريض فبقت المطلوب مني كمريض ان انا اول ما يبدا يظهر عندي الاعراض ان انا اروح للدكتور كل ما اكشف الحاجات دي بدري كل ما بقى علاجها سهل وبقى استفادته من العلاج اوقع كويس الحاجه الثانيه ان الدكتور اللي قاعد يقدر يختار العلاج المناسب للمريض ويقدر يتابعه وهي ده التحدي التاني اللي قلت سعادتك عليه ان احنا الادويه دلوقتي متوفره الدوله ما بتاخرش بسرعه جدا المريض بيتصرف له الدواء بتاعه وما بنتعطلش البروسيس سهله مش صعبه كويس بس المهم ان انا اقدر
اختار المريض اللي هيستفيد فعلا من الدواء ده واديهوله في الوقت المناسب عشان يبان عليه وشخص صح. طب بمناسبه بقى التشخيص عشان برضو كل الناس اللي بتسمعنا تستفيد، ايه اللي ممكن احس بيه فيبقى عندي مشكله في القولون؟ يعني ايه الاعراض اللي انا لو حسيت بيها لازم اتجه فورا لدكتور عشان اساله انا 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 عندي ايه؟ هتشخصني ازاي؟ الكلام ده كله عايزين نعرف برضو ايه الجديد في امراض القولون. هو خلينا نقول بكل سهوله مش مطلوب من حد ان هو يعيش تعبان. يعني طالما ان انت عندك معاناه يبقى انت محتاج تتعالج. في الاول طبعا بنجرب الحاجات الادويه اللي هي الاو تي سي او الادويه اللي احنا نقدر نصرفها عادي، زي المضادات التقلصات، زي ان انا اغير في طبيعه اكل، الكلام ده كله. وانس ان انا بعمل كده وبستريحش يبقى انا على طول محتاج ازور دكتور. طب بحس بايه بقى يا دكتور؟ يعني اي حد بيحس بايه تقوله لا انت عندك مشكله ما تسكتش على العرض ده. هنتكلم اول حاجه طبعا الاسهال المزمن. الاسهال المزمن دي حاجه مرعبه بالنسبه لنا، يعني اسمعنا ان انا عندي اسهال اكتر من اسبوعين اذا في التهاب فعلي موجود، يبقى غالبا في حاجه. ده رقم واحد. اتنين طبعا النزيف الشرجي. النزيف الشرجي ان انا اشوف دم في التواليت دي يعني بنسميها الالارمنج ساين او بنسميها من العلامات التنبيهيه. 95% منها ممكن يبقى بواسير وخلاص على كده، ودي حاجة طبيعية مرة وحتروح والكلام ده كله. إنما في 5% أنا ممكن ألحق كارثة لو أنا لقطها، ألحق ورم بيتكون، زوايد موجودة في القولون وممكن تقلب ورم، ألحقها بدري بدري. أنا النهاردة لما بلحق الورم في مرحلة إن هو زايدة صغيرة أنا بشيلها في المنظار وأنا معدي. طب 5% اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول بيبقى الموضوع كتير جدا، بيبقى الموضوع قليل، بيبقى الموضوع مره مرتين وبتعدي. حتى مرة اللي بيشوف دم في التواليت مره لازم يعمل منظار قولون. لازم، يعني ما فيهاش ان هي مثلا ايه لا ده كانش احمر قوي يبقى ده تمام، لا ده هي مره وسكت، ان هي بتيجي تنبيه مره. طب حضرتك تحدثت عن الاورام، اورام القولون يمكن انتشرت شويه، يمكن شفنا نسبه ما بين الشباب كمان بالذات، ايه السبب؟ والله حاجتين. اول حاجه ان احنا بقى عندنا وسائل التشخيص، فانت كان عندك ناس بتتلقط في سن متاخره لان هم اللي هو موجود بقاله شويه ومكمل، لكن انا النهارده المناظير تطورت جدا يا سكريم جدا، يعني الصوره بقت واضحه جدا، بقدر اكبر، بقدر مش بس كده، ده انا بقدر كمان ان انا اشوف الاوعيه الدمويه اللي ماشيه وسط الخولون، بحيث ان اول ما الاقي في حته فيها لخبطه كده يبقى الحته دي فيها نشاط وممكن تقلب اورام. كويس. وفي اللحظه دي زي ما بيقول انا ممكن اشيلها. احنا خلال الفتره اللي فاتت فتره الكورونا استغلنا الكورونا كتدريب استغلال فظيع، مع طبعا الاونلاين والزوم والكلام ده كله، يمكن عملنا دورات تدريبيه كتير جدا، مش بس كده ده احنا نزلنا الصعيد، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نازلين اسكندريه هنعمل تدريب على المناظير الحديثه دي، والشهر اللي وراها في القاهره. يعني النقطه كلها استخدام المناظير دي قدر ان هو يخليك تلقط الحكايه بدري جدا جدا يعني. كويس. وبالتالي تتعامل معها، دي رقم واحد. رقم اتنين لخبطه الاكل بتاعنا برضو ليه عامل. يعني العوامل، احنا في قاعده في الطب بتقول ان كل 6 ساعات بيتكون في جسم الانسان خليه سرطانيه. كويس. كل 6 ساعات، وبيقدر جهاز المناعه ان هو يقضي عليها لحد ما مره واحده تفلت منه تقلب ورا. الموضوع بقى طبعا مع كتر الاشاعات اللي حوالينا، ومع كتر المواد الحافظه، ومع كتر الحاجات المسببه للاورام، بتبدا اما ان هي تزود الاجريسفنس، تزود القوه بتاعه الخلايا اللي طالعه دي، او تخليها بدل 6 ساعات كل ساعتين 3، او تخلي جهاز المناعه مش قادر يتحكم فيها. دي نظريه الاورام. طب ايه الحاجات اللي احنا المفروض بقى نعملها عشان نقي نفسنا من الامراض دي ومن امراض القولون بالتحديد؟ يعني حاجات اتس ا ماست، حاجات لازم تتعمل. اول حاجه ان انا ما اسكتش عن عرض بيجي لي. احنا بنقبل في الجهاز الهضمي لحد مرتين في الاسبوع العرض يجي لي. يعني لو انا عندي داري، عندي اسهال، عندي امساك متكرر، عندي تخلصات كتير بالجهاز، لحد مرتين انا في السيف سايد، لحد مرتين انت تمام، مجرد ما هتظبط اكلك هتاخد الحياه العاديه، شويه نعناع مش عارف ايه الكلام ده كله، هتبقى يو بي فيري فاين، تبقى تمام. كويس. بدات تزيد، لا لازم اسال دكتور. دي رقم واحد. رقم اتنين عشان اورام القولون عند سن 50 سنة لازم اعمل منظار قولون. كويس. وده اللي موجود في كل حته في العالم النهارده، يمكن وصلت ان هو بشكل شهري مثلا، بشكل سنوي، لا مره كل 10 سنين
مرة كل 10 سنين من بعد ال 50 سنة بس كده منظار للقولون. ولو عندي حد قريبي هننزل ب 40 سنة كويس. يبقى انا برون اكتر بالظبط. يبقى انا برون اكتر. دي من حياتنا طبعا. لو زي ما قلنا لو في دم بينزل او منزل حتى مره لازم اعمل برده مزار القولون. مزار القولون ده هيف جدا على فكره. يعني هو اصعب حاجه في مزار القولون هو التحضير بتاعه. ان انا باخد بقى طبعا انا باخد الناس كمان بتخاف لما بتسمع منزار. هو انا مش عارف بيسموه منزار ليه. يعني كان ممكن يسموه اسم حنين شويه اكتر. يعني يمكن عشان احنا كنا رابطين المناظير بالنزيف بتاع الكبد زمان. فكل الناس عندهم افكار مش يعني. طب المنظار بتاع القولون ده تحضيره بيكون عامل ازاي؟ والبنج بيبقى جي اي ولا بيبقى هي بتبقى قصه كلها. انا باخد اليوم اللي قبل المنظار ملينات تغسلي بطني خالص عشان برضو اللي بيعمل منظار يعرف يشوف يعني. فعايز الدنيا تبقى نظيفه قدامي. ده رقم واحد. يجي المريض بياخد حقنه فيها البنج بتاعي صحيح. وده بنج مش زي بنج العمليات. هو بنج بيتكسر على طول مجرد ما ناخده لوحده خالص. بعمل زي المنوم بس بجرعه عاليه. مدة المنظار بتبقى حوالي من 10 دقايق ل 20 دقيقة. ما فيهوش أي ريسك، ما فيهوش أي خطورة، أي ألم. خالص، يعني هو بقى نايم، يعني طالما إن الدكتور كويس اللي شغال، وطالما إن التحضير بتاع المريض كويس، والجهاز اللي بستخدمه كويس، طبعًا إحنا لازم نراعي وأنا بعمل الحاجات دي كلها، أبقى واثق من المكان اللي أنا بعمل فيه، من التعقيم، من الكلام ده كله، يعني دي أهم نصيحة. وبعرف ان انا الجهاز بتاعي. انت تقول ايه دايما المريض يسال الدكتور هل الجهاز اللي هتعمل لي بيه ده بيعمل فيه اللي هو الكشف الضوئي بتاع الاورام بتاعه القولون والكلام ده كله عشان يبقى كله مع بعضه مره واحده بالظبط. يبقى احنا كده اطمن. احنا بنشكرك على وجودك معنا والحقيقه نورتنا وافدتنا جدا بكل هذه المعلومات. ويعني نتمنى كمان انه احنا نستضيف حضرتك تاني علشان نشوف التطور في انا لسه عندي اسئله كتير. بنشكرك على وجودك معنا. ودكتور محمد خرشد رئيس الجمعيه المصريه لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير في موجودك معنا في صباح الورد. ميرسي سكاي. ميرسي. طيب هنطلع لفاصل وبعد كده نرجع لفقرتنا الثالثه. احنا ناس الجنوب كلنا مهما عشنا وسافرنا فين في حته كده جوانا هي تحت البلد. العيشة عندنا هنا بالنسبة لنا يعني أنتوا تشوفوها صعبة لكن هي مش صعبة للدرجة دي. احنا فعلا في الجنوب مهما لفينا لازم نرجع من المستوطن بتاعنا. الجذور قاعدة زي ما هي حتى ولو كانت الجذور دي ذكريات. احنا عندنا البنت بتكون صغيرة 4 سنين 3 سنين فما بتكون فاهمة حالها. يعني احنا ما بنذكرش حتى. الجيل اللي طالع ده في انتفاضة غريبة كده طالع. يعني تحسهم لا عايزين يعيشوا الحياة، عايزين يوروا الناس احنا مين. نسافر مسافة وناجي، نروح البحر وناجي، نروح الجبل وناجي، والوطن هنا ساكن. ورجعنا لكم مرة تانية. اللي شفتوه من شوية ده مشروع تخرج طلاب من جامعة إعلام القاهرة. فاكرينها دلوقتي هنتشاور فيها عن حاجه فنيه جميله، والاجمل ان اللي نفذها من البدايه للنهايه هم طلاب كليه الاعلام جامعه القاهره، وهي فيلم اسمه اشراف الجنوب. الفيلم الوثائقي اللي نفذه 11 طالب بالكليه كمشروع تخرج، لكنهم بذلوا فيه مجهود كبير جدا، وكمان خرجوا فيه طاقتهم وخرجوا فيه صوره وفكره ومعلومات شيقه، وحصدوا جوائز افضل
صورة وأفضل إخراج، وكمان الفيلم هيشارك في مهرجانات خارج الكلية. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا النهاردة في الاستوديو، عمرو هشام مخرج الفيلم، ونرمين مروان معدة الفيلم. صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الورد. عمر بقى مش عمرو. عمر هشام ونرمين. صباح الفل عليك. فل عليك. صباح الورد. عايز أقول في الأول إنه اللي إحنا شفناه دول هم دول طلبة كلية إعلام، عشان في ناس بتسأل هم يعني بيتعلموا إيه في إعلام، فهم دول ده اللي بيتعلموه. المنتج الرائع اللي احنا شفناه. انتوا فعلا شايفين منتج قوي لحد يعني فيلم فعلا يشارك في مهرجانات كتصوير لا ثواني بقى، عشان الموضوع صعب جدا وبدو ثقافة مختلفة تماما، وسافرتوا مرسى علم، فانا عايزاكم تحكوا لي كده من البداية وواحدة واحدة، قولوا لي بقى الفكرة جات لكم ازاي، ومش معنى البدو ومش معنى مرسى علم. هي الفكرة فكرة زميلتنا نورهان نبيل. نورهان سافرت من سنة قبل المشروع تقريبا مرسى علم، وهناك احتكت بالبدو. يعني هي كانت مسافرة سياحة عادي جدا، فابتدت تتعامل مع ناس من البدو، عرفت بعد كده ان هم العبابدة. فالفكرة فضلت في دماغها ان هم من قبيلة اسمها قبيلة العبابدة. ما هي دي الفكرة بقى. العبابدة. هي ما كانتش عارفة مين العبابدة دول ولا ايه هم، فابتدت تسأل، ابتدت تعرف، ففضلت الفكرة في دماغها بقى لغاية ما جينا احنا وقت مشروع التخرج. ابتدينا نقترح افكار، اقترحنا افكار كتير جدا، يعني حوالي كان 60 فكره كنا مقدمين. yeah. افكار 60 فكره بعيده تماما عن فكره البدو. ساعات قد ايه في مساله ان انتوا تقعدوا تفكروا؟ احنا المفروض بنبدا اصلا بفيتشر صغير قبل مشروع التخرج، ده حاجه اقصر من كده. فقعدنا في ده فتره، بس طول ما احنا شغالين في الفيتشر احنا بنقترح افكار لمشروع التخرج الاساسي اللي هو الفيلم الوثائقي. ففي الاول احنا قالوا لنا انه السفر احتمال كبير يكون ممنوع يعني تماما، عشان ظروف كورونا. عشان ظروف كورونا طبعا. وان ده هيبقى على مسؤوليتنا الشخصيه، وان يعني الكليه هتخاف من حاجه زي كده، انها تتحمل مسؤوليه حاجه زي كده، خاصه ان الطرق ممكن تقفل او تحصل اي مشكله، فكل حاجه عملناها تضيع. فكان في الاول بنفكر في البدائل الاخرى، يعني معظم الافكار كانت جوه القاهره. بس اللي حصل انه لو يعني يعني مفيش فكره كانت مكتمله العناصر قوي زي ما احنا عايزين، يعني القصه قويه فاقدة مثلا عنصر بصري، الانسانيه يعني القصه انسانيه. طب ممكن نقول القصه بريفلي كده للناس؟ القصه بريفلي انه يعني اللي خلانا نتحمس لها مبدئيا ان هي مكتمله العناصر، من ان هي حاجه جديده. يعني قبيله العبابده هي قبيله من نسل الرسول عليه الصلاه والسلام، نسل زبير بن العوام، وهم مش بدو زي البدو المتعارف عليهم، ان هم مش بدو رحاله. فالفكره ان هم موجودين في جنوب مصر، مش في مرسى علم بس، هم موجودين في جنوب مصر على طول الخط لحد حلايب وشلاتين، طول الجنوبي كله لحد حلايب وشلاتين. ويعتبر اكتر بدو لحد دلوقتي متمسكين بالعادات والتقاليد جدا جدا، ويعني حاجات كتير قوي. يعني احنا حاولنا العادات والتقاليد بقى يا جماعه. انتوا يعني رحتوا في حته البدو صعب جدا التعامل معاه، مش القبائل السهله اللي ممكن تتعاملوا معاها، لا وانتوا كمان رايحين تصوروا، يعني مش هتتعاملوا بس زي الاول. يعني انتوا ازاي عرفتوا توصلوا لهم؟ لا يعني بعد ما نورهان جابت الفكره احنا عملنا معاينه اولا عشان نتاكد ان اصلا الناس دي موجوده. يعني احنا كنا قاعدين في القاهره، كان عندنا مشكله كبيره من فكره ان مرسى علم بعيد. فكل الكلام اللي احنا بنجيبه على النت هو بالنسبه لنا كلام على ورق، احنا مش متاكدين الناس دي فعلا موجوده ولا لا. اللي مش عارف مرسى علم بعيده قد ايه، هي تقريبا 9 ساعات او 10 ساعات بالعربيه. لا وكمان احنا كنا في اتوبيسات ما شاء الله بتوصلنا في 12 13 ساعه. الطريق طويل طويل بالظبط جدا. فكان بالنسبه لنا ما فيش سهوله في ان احنا يا جماعه طب احنا مسافرين بكره مرسى علم، نروح يلا بينا نشوف الناس موجوده ونرجع ولا لا، ونتفق معاهم بالسهوله. فقعدنا عملنا ريسيرش وبحث مبدئي كده، وقلنا طب يا جماعه احنا محتاجين نتاكد ان الكلام ده فعلا القبيله دي تحديدا ان الناس موجوده ولسه فعلا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم ولسه كل ده موجود. فقلنا طب خلاص احنا خلاص معانا ريسيرش، نسافر معاينه يومين نحاول نتكلم مع الناس، بس نتعرف نشوف الكلام اللي احنا وصلنا له ده موجود ولا مش موجود. وفعلا سافرنا، مش فاكر بالظبط سافرنا امتى، على شهر 2 كده، سافرنا يومين وقررنا ان احنا عملتوا ايه يعني، مشيتوا في البلد احنا على الله، احنا مشينا على الله كده يعني على الله حكايتكم. يلا مش مثلا يعني انتوا مش مثلا عندكم خبره في المجال الاعلامي 20 سنه فقدرتوا مثلا؟ هي كل حاجه كانت عباره عن مخاطره، بس هي الفكره ان في المعاينه الغلطه اصلا ان احنا خلينا في وسيط من هناك بيننا وبينهم. فدي احنا كنا فاكرين ان ده اسلم وده هيعرفنا عليهم اسرع، طلعت دي كانت اصلا مشكله. لا ليه كانت مشكله؟ لانه هو يعني
مش خايف على مصلحه، يعني مش غرضه مصلحه الفيلم، هو غرضه ان هو يعني الوسيط عمل زي حاجز ما بيننا وبينه، ما خلاناش لا احنا نعرف نعرف نفسنا أهل كويس البلد نفسهم. بالظبط، احنا كنا عايزين زي دليل، فده كانت يعني مش حاجه لطيفه. ماشي، فساعات المعاينه اللي بتتعلموها بالظبط، المعاينه كانت مقتصره على زياره الاماكن السياحيه اللي هي المحميات الطبيعيه والاماكن المشهوره قوي، والعباب ده شغالين جواها. بس اللي حصل بقى انه بعد كده نظرا ان يعني السفر كان على مسؤوليتنا الشخصيه كامله، فما قدرناش نطلع تصاريح، وطبعا الاماكن كلها اللي زرناها ساعه المعاينه ما خلينا عنها تمام، فاحنا شبه ما استفدناش من المعاينه غير الكونتكست، يعني غير الناس اللي تعرفنا. انت عمر، انت دلوقتي انت المخرج بتاع الفيلم، فانت اخذت الشغل يعني ده طبعا يعني انتوا اكيد شغالين مع بعض في كل المراحل، بس يعني على الورقه والقلم كده عشان بس الناس تبقى متابعه معانا، ان انت بتاخد الشغل اللي نرمين بتعمله كسكريبت، نرمين معده وتيم سكريبت، وكان معاها طبعا ناس في تيم سكريبت برضو. انتوا 11 واحد، فانت بتاخد الشغل ده بقى وانت اللي بتحط التخيل ازاي هيتم تصوير الكلام ده. بالزبط. فازاي بقى عملت القصه دي؟ انا كنت في الفيلم المخرج ومدير التصوير وشاركت في المونتاج برضو مع نرمين وياسمين. فهي الفكره زي ما بقولك، احنا سافرنا، احنا كنا مسافرين خلاص، قررنا ان احنا سافرنا معاينه وعايزين نسافر بقى خلاص نصور. احنا ما خلاص المعاينه للاسف ما استفدناش بيها، فخلاص كان قدامنا ريسك اخير ان احنا يا جماعه يا هنسافر يا مش هنسافر، لان خلاص كان فاضل وقت صغير جدا على المونتاج. يعني يا نسافر خلاص، كان جه رمضان بقى ورمضان وبعد كده العيد، وهنتزنق قوي في ضغطه المونتاج دي. فاحنا سافرنا من غير سكريبت، يعني احنا زي ما اقول لكم احنا سافرنا على الله حرفيا، مش من غير فعلا من البدايه على الله. يعني بتحاول بقى تلحق نفسها؟ لا 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 لا، مش من غير سكريبت حرفيا، بس احنا عاملين سكريبت، بس سكريبت تخيلي، يعني سكريبت مش حاجات اللي احنا جمعناها، الحاجه الاخيره يعني هو سكريبت لكل حاجه في الدنيا. يعني هم مثلا يعني قائمه الاسئله المحدوده كمية وحاجه سؤال، يعني المصدر قدامنا هنساله عن كل حاجه، والمواضيع كلها هنغطيها، هنقطع بقى في بيت بالظبط. يعني المواضيع اللي احنا عايزين نغطيها كتير جدا، ومش عارفين ايه في دول هنلاقي له هناك مقابل في الصوره. يعني احنا مثلا في الفرح، الفرح عاداته وتقاليده كتير جدا، بس انا حته العادات والتقاليد دي بجد اتراكتيف قوي بالنسبه لي. ايه الحاجات اللي شفتوها هناك او شفتوها في عادات وتقاليد الناس وكنتوا حاسين هو احنا ازاي مختلفين عن بعض قوي كده، وازاي عندهم حاجات توتالي مختلفة تماما عن ايه الحاجات اللي لفتت نظركم فعلا حسيتوا ان هم قبائل من بلد تانية او من زمن تاني؟ ابرز واكتر حاجة ممكن تكون غريبة، يعني ممكن الناس تستغربها، ان هم مثلا عندهم في الفرح عادة اسمها الكرباج. كرباج؟ الكرباج دي ان العريس بيقف، صحابه بيخشوا يعملوا له تحية، يقفوا كده يرفعوا ايديهم ويكرباجهم. دي كده استحية، صحاب العريس بيكرباجوا، العريس هو اللي بيكرباج صحابه، دي كده هو بيحيوه. لا احنا دي مثلا عاده من العاده. طب وانت في حاجه ثانيه؟ هي كل حاجه، يعني هي كل حاجه حرفيا نجري. هي مفيش حاجه عاديه. ايه تاني من الحاجات؟ يعني هم مبدئيا يومهم بيبدا مثلا من صلاه الفجر، وبيناموا الساعه 6 المغرب، يعني الساعه 6 ما يبقاش في حد في البلد موجود. بيصحوا، يعني مفيش كهرباء، مفيش ميه، مفيش اي نوع من اشكال الرفاهيه. وضعكم كان عامل ازاي من غير؟ لا احنا الحمد لله كنا قاعدين، يعني احنا حجزنا شاليه كده، يعني بعيد عنهم شويه. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان هو ده الشغل، الصحافه والناس اللي هي بتعمل افلام وثائقيه وكده، عشان ساعات احنا بنشوف الصوره ونبقى مش فاهمين ان في مجهود كبير جدا فعلا من وراء الكاميرا. انا بشكركم على وجودكم معانا، وكنا نتمنى طبعا ان احنا نشوف الفيلم اصلا، نقعد نتفرج على الفيلم مع بعض، وبالتوفيق ان شاء الله. نرمين مروان معدة الفيلم، وعمر هشام مخرج الفيلم، شكرك على وجودك معنا في صباح الورد. بشكرك سلمى على وجودك كمان النهاردة معايا. بشكر فريق العمل بالكامل، وبشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله هنكون معاكم الساعة 9 صباحا في صباح الورد. إلى اللقاء.